شفنا تيك توكرز مشهورة على تيك توك عرسة عرسة بواحد أصغر منها بعشرين سنة، يعني هي في عمر 39 هي عرسة بي عمره 19 سنة. شنو رأيك في الموضوع هذا؟ كونتر بطبيعة. معناتها أنت ما تقبلش يكون راجل أصغر منك؟ أصغر مني أي عام عامين ثلاثة أربعة ماكسيموم، أما 20 سنة 30 سنة نو. باهي نحطوا مثلا فرضا انت جاك كي راجل اصغر منك نقولوا مثلا 9 سنين تقبل؟ لحظه خلينا نحسب، نبدا انا 29 وهو 20 بي انا ليه انا ما تقبلش انا ليه ها. كان عنده فلوس انت ما تقبلش فلوس ما تبيش يعيشك في عيشه رفاهيه؟ نعيش روحي عيشه رفاهيه ليه ها. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متزوج بالسيدة عائشة وهي أكبر منه. هو أكبر منها؟ هي أكبر منه. أكبر منه وي. ليه؟ ما نعرفش أنا بيرسونيل مولي ما نعرفش بواحد أصغر مني برشا، معناها 10 سنين 5 سنين. الماكس متاعك قديش؟ 5 4 4 يمكن 4 5 كيكا. معناتها الماكس متاعك 5 سنين 4 سنين؟ أي نتصور كيكا. أوكا باش الجماعة اللي تفرجوا فينا راهو من غير ما تخموا كان أصغر منك. مازلت مش بحرة خام في العرس طاوة. مازلت فما حد أحد فماش غولاسيون دامور هكا طاوة 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 ليه طاوة ليه بي. وكان يجيك واحد أكبر منك بعشرين سنة ليه زيد باهي؟ اعطيني المويان تاع العمر اللي في مخك انت وحسب رايك انت باش يكون باهي معناتها ما بين الرجل والمراه. انت قداش من سنه ما بيناتهم باش يكون العمر اللي لازم الطفل ولا الطفله تكون معناها اكبر؟ لازم زوز يفوتوا 18 مثلا 18 19 18 20 سافا، اما كي تبدا هي ولا هو اصغر من 18 وهو اكبر من 19 لي ديك بيدوفيلي معناها. سينو بالنسبه ليا انا بيرسونيل ما نعرفش العباد الاخرين كيفاش يخمموا. اي انا بدي ما حدك يسالت قلت لك حسب رايك انت. بالنسبه ليا انا 25 30 سافا زي ما فهمك 5 سنين ايج جاب سافا انا سافا معناها نمشي مع سينو لي. معناتها فما 5 سنين ما بين المراه والراجل ولا العكس؟ اي صافا معناتها يا الراجل اصغر منها بخمسة سنين زوز فوق الدفان راهو نعرف معناتها يا اما زوز يا هو مثلا نقولوا 20 وهي 25 والا هو 25 وهي 20. المهم الخمسة سنين هذوك اكيد 5 سنين ولا اقل. خمسة سنين ولا اقل اكثر لي انت كونتر اكثر معناتها كونتر اكثر هكا ها نحسبوا على قد صوابع ايدينا بي. انت حسب رايك ما تعرفش نسالك سؤال اخر التيك توكر هذه اسكو بالرسم حب والا تعمل في البوز؟ ما فماش حاجه اسمها حب. عمر هي 30 قلت لي هو 39 وهي 19 هو 19 ليه حب نتاع شنو يا اخي؟ فما ابار الحب فما تدخل فيها مونتاليتي هو سافور عليه يخدم ولا ما نعرفش يا اخي. 19 تلقاها بخدمته بدار اكيد راه قاعد اكيد راه قاعد مازال يقرا معناها سينو حب ليه جمله جمله معناتها بوز بوز انا نصور بوز اما اش تقول لي حب و عايشة قاعدك الصحة طبعا ما بين زوز خلاف العمر مش موجود خليها معناتها تحب تقولي الحب في الكتب ما عادش ما حب مش دي ليه مش دي ما فهم حب اما في اغلبية الاوقات اللي تبدا على معناها يبداو الزوز متفاهمين على متاع امور مديت اكثر معناها